إيان بيكا أو صانع المعجزات كما يسمي نفسه يرغب في تقديم عرض يثير دهشة الجمهور في برلين. هل اخترت الرقم 5؟ إنه يستطيع قراءة أفكار الحضور وتنويم عدد معين من جمهور يبلغ حوالي 400 مغناطيسياً. نم. وهو يبرز قوة إرادته بكل وضوح. إحدى المشاهدات تجس نبضه وفي الوقت نفسه يريده أن يوقف لفترة وجيزة قلبه عن الخفقان فقط باستخدام قدرته على التركيز الذهني. ما هو الواقعي وما هي الإرادة الحرة؟ هذه الأسئلة أثارتني دائما. أعتقد أن أكثر ما يثير حماسي هو أن أحقق لحظات فوق واقعي على المسرح. نامي. يريد إيان بيكا أن يبين لنا كل إمكانيات التنويم المغناطيسي. إنه ينوم 7 من الجمهور في الوقت نفسه مغناطيسيا ويجعلهم يظنون أنهم قد نسوا أسماءهم. بتينا، قولي الآن اسمك ببساطة. إنها قوتنا الذهنية فقط. لست متأكدة من أنني نسيت اسمي. لقد غاب عن الشفتين ببساطة، بل إنه هو الذي دلني عليه. لقد قال لي قولي ما اسمك يا بتينا، لكنني رغم ذلك لم أستطع لفظه. هذا غريب. يعود انشغال إيان بيكا بالمسائل التي تبدو فوق الحسية إلى ما حوالي 25 عاماً، وهو يؤلف الكتب أيضاً إلى جانب عروضه على المسرح والندوات التعليمية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة لشخصيات من عالمي الثقافة والاقتصاد. أنفتح كلياً على من يقف أمامي وأوجه اهتمامي الكامل إليه. لا أمتلك قدرات فوق حسية، لكنني أمتلك قدرات حسية. يتم بحث ظواهر التنويم المغناطيسي وقراءة الأفكار منذ القرن 18، وقد اهتم إيان بيكا ولأول مرة بهذا الموضوع عبر الكتب القديمة. وعلى الرغم من أن التنويم المغناطيسي بات أسلوبا معترفا به علميا في الطب والعلاج النفسي، إلا أن مصداقيته ما زالت موضع شك. يصعب على فريق يوروماكس أن يصدق ما يفعله، لذا جربت سيمين وهي من الفريق أن يتم تنويمها. أغلقي عينيك ونامي، استرخي إلى أن تصلي إلى الحالة القصوى من الاسترخاء المطلق. إنه ينوي أن يجعلها تنسى الرقم 4 لفترة قصيرة. سنعد الآن أصابع اليدين. 1 2 3 5 6. هنا أيضا 1 2 3 5 6. ما مجموع 6 زائد 6؟ 12. إنها عملية التركيز على أمر معين ونسيان كل شيء آخر. هذا هو التنويم المغناطيسي. ليست هناك إشاعات فوق طبيعية أو حالات عجيبة وغريبة عن الحياة. إنه التركيز المطلق، تركيز الذهن على أمر واحد. عودة إلى المسرح. إيان بيكا يقرأ الأفكار. إنه يخمن ما هو الشيء الذي كانت قد أحضرته معها امرأة من الجمهور بالصدفة. وكما يفترض فإن أفكارها تنتج بعض الحركات العضلية الدقيقة التي يستطيع هو أن يراها أو يقرأها. والآن إلى أكثر اللحظات إثارة. إيان يريد أن يملأ مكان من القاعة ببالون هوائي، وهكذا ستتحول الأمسية وبوسائل بسيطة إلى عرض مثير.